دول بقى الانتاج يطلع من مرحله التعادل دي محتاجين الثلاث نقاط ان شاء الله. طيب من خلال الاداء خلينا ناخد حسام باولو هداف الدوري العام هذا الموسم. ازيك يا حسام؟ ايه المفاجات الجميله دي؟ السلام عليكم. ازيك يا كابتن اسلام؟ الله يخليك. تحيات طبعا الكابتن عادل طعيمه والكابتن ماهر امام والكابتن اسامه حسني. لسه كانوا بيقولوا في قصيده شعر، انا كنت بقطع فيك وهم كانوا بيقولوا في قصيده شعر. حياتي للكابتن محترم طبعا فوق دماغي وكلامهم كله فوق دماغي يقطعوا فيها انا على قلبي زي العسل. لا ده انا اللي كنت بقطع فيك مش هم. لا انا بتكلم على الكره الاولى اللي انت ضيعتها اللي اتحطت لك في اول كره خالص في الشوط الاولاني وحطيتها بشمالك جنب العارضه، مش كان ممكن تحطها من فوق الجون مثلا؟ انت شايف اكتر طبعا كابتن. انا روحت البيت انا مش عايز اكلم اي حد خالص بالصورتين دول، انت عارف ان دول استعانين قوي قوي. صح، الاولانيه والاخيره. الاولانيه والثانيه انا خلاص هي جايه كابتن من ناحيه. يا باولو لا صوتك رايح، لو سمحت اقعد في حته كويسه وحاولوا تتصلوا بيه مره ثانيه يا جماعه. معانا ولا؟ طيب حاولوا مره ثانيه وقولوا لي اقعد في حته كويسه عشان نعرف نتواصل معاه. احنا لسه كنا بنتكلم لما هو بيجي الداخليه بيبقى هداف. خدت قبل كده مرتين يا حسام مش كده؟ هداف الدوري. بفضل الله كابتن اسلام مع الداخليه اول سنه ليا 20 هدف. نعم. والسنه الثانيه مع سموحه هداف الدوري واسرع هدف. هداف الدوري واسرع هدف، السنه دي ممكن توصل لل 20 هدف يا حسام، انت شايف ايه؟ ولا المباريات اصبحت صعبه؟ والله يا كابتن اسلام احنا بنتعب وبنتمرن وبنجتهد كتير مع الكابتن علاء والجهاز الفني. نعم. واحنا بس اهم حاجه الفرقه تقف في الدوري وبعد كده كل حاجه هتيجي ان شاء الله. حسام يعني الحقيقه احنا لسه كنا بنتكلم ان الداخليه اصبح فريق رائع، يعني مجموعه من اللاعبين جيدين سواء على الاطراف او على الجناب او في خط الوسط او محمد صبحي الحقيقه كحارس مرمى عاملين توليفه كويسه جدا، يعني انت اللي في الاخر بقى بتخلص الكلام ده كله، قول لنا ايه سر التوليفه دي؟ والله يا كابتن اسلام يعني مشكورا بشكر الكابتن علاء طبعا اللي قدر يرجعني بيتي تاني وقدر يرجع حسام باولو تاني، انت عارف حضرتك يا كابتن اسلام. طب وايه سر العلاقه دي برضه يا حسام؟ يعني اشمعنى كابتن علاء؟ ما انا بكلم حضرتك اهو، بقول لك انا بعد ما ربنا كرمني خدت هداف الدوري سنتين ورا بعض طبعا في الداخليه ورحت سموحه. نعم. ورحت الزمالك. يعني انا ماشي من سموحه وانا عندي 6 اهداف في 4 مباريات. فطبعا انا رايح نادي الزمالك نادي كبير، انا قلت كل دقيقه هجيب جول. طبعا. كل دقيقه. انا بلعب في نادي كبير وتحتيه شيكابالا وايمن حفني ومصطفى فتحي ومحمد ابراهيم واستنى يعني كان معايا نجوم على اعلى مستوى، ف ما جبتش ولا جول. الدنيا متغيره خالص. تستاهل تستاهل. ما جبتش ولا جول. ما قدرتش استحمل اللي كنت اطلع بره ال 18 واطلع بره، فما قدرتش. انا بحب العب كتير. نعم. حبيت ان انا اخرج من نادي الزمالك اجرب تجربه الاتحاد، لقيتها برضه الدنيا مدلمه في وشي. رحت المقاولين اروح ابقى ماشي كويس واقعد وما العبش مش عارف، فقلت لا انا ما قدرتش استحمل الصراحه. رجعت البيت بقى بيتي ورجعت الكابتن علاء بقى طبعا اللي عمل حسام باولو وعمل لعيبه كتير جدا يعني. بيعرف الكابتن علاء يتعامل معاك يا حسام؟ والله يا كابتن اسلام هو بيعرف يتعامل وعارف امكانيات كل لعيب وبيعرف يجيب اللعيبه اللي هي هتبني النادي الداخليه فعلا، مش ان هي مثلا تقضيها سنه وخلاص والعب وابقى مستوايا كويس عشان اروح نادي ثاني، لا انا راجع السنه دي انا عارف ان انا الماديات قليله جدا بس انا راجع بيتي عشان ارجع اسم حسام باولو ثاني. حسام انت حاسس ان انت اتظلمت الفتره اللي فاتت عشان كده يعني ربنا بيديك اليومين دول؟ والله يا كابتن اسلام انا اتظلمت سنه ونص، انا السنه ونص دول كان عندي طموح بعد ما اخد هداف دوري سنتين ورا بعض العب كاس عالم والعب كاس افريقيا، فده كان طموحي وبعون الله يا رب السنه دي برضه هحاول ان انا اتعب واجتهد مع فرقه نادي الداخليه عشان عندي طموح ان انا العب في منتخب مصر، انا نفسي امثل منتخب مصر. ان شاء الله يبقى حلم قريبا جدا يتحقق يعني. نتمنى حسام يبقى في النادي الاهلي ما يعني. نعم. لف على 5-6 انديه. ما فيش منهم النادي الاهلي، انت لو جيت النادي الاهلي كنت جبت 70-80 جول بقى كده. ده كلام الكابتن عادل طبعا طعيمه ليك يا حسام. ونتمنى نشوفك في النادي الاهلي يا حسام. والله يا كابتن مصر انا اتمنى لو العب في النادي الاهلي لو شهر واحد. شهر واحد بس. شهر واحد. عايز تلعب في النادي الاهلي شهر واحد؟ اتمنى ماتش واحد الاهلي شهر واحد. طب ماتش واحد مش شهر واحد. لا انت تستحق الافضل والافضل دائما يا حسام، لان انت شخصيه محترمه
وشخصيه بدات من تحت الصفر كمان مش من الصفر. فمن يعني نتمنى لك يا رب كل التوفيق، ونتمنى لك يا رب التوفيق خلال الفتره اللي جايه في كل المباريات اللي بتلعبها. شكرا يا حسام على وجودك معانا. كابتن حسام باولو.